المبادرة طلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، والرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني ينظمان في قاعة الحفلات بالمركز الثقافي لمدينة نواكشوط حفل اختتام فعاليات أسبوع الشهيد لهذا العام المنظم تحت الشعار رجال صدقوا. رئيس المبادرة الطلابية أشاد بالمقاومة مؤكدا أنها الطريق الوحيد لتطهير الأرض من المحتل الصهيوني. إننا في ختام الأسبوع الشهيد رجال صدق نؤكد على ما يلي: 1. دعمنا لخيار المقاومة. دعمنا نؤكد على ما يلي: دعمنا لخيار المقاومة كخيار وحيد للتحرير. لخيار المقاومة فعدوكم أيها الإخوة، كما قال الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والذي تحل اليوم ذكرى استشهاده، كما قال هذا الدكتور الذي نحن اليوم نختتم أسبوع الشهيد بذكرى استشهاده، قال: فعدوكم أيها الإخوة لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة الحراب، هي لغة السلاح. كما شهد الحفل كلمة باسم النواب ألقاها النائب البرلماني صدفي السيدي محمد، أكد خلالها على مكانة فلسطين في قلب كل مسلم وعربي. نختار نقول في هذا المقام على أن النضالات الفلسطينية عملها كل الشعب الفلسطيني، يعني كل الفلسطينيين بدون استثناء ناضلوا من أجل نصرة هذه القضية ومن أجل قضيتهم التي هي قضيتنا وقضية المسلمين جميعا، ناضلوا سواء كانوا في فتح أو في حماس، كلهم ناضل بطريقته وبرؤاه، والغاية والهدف واحد، وتحرير فلسطين من اليهود ومن المتقطرسين ومن الصهاينة. نائب رئيس الرباط الوطني ثمن مثل هذا النوع من الأنشطة مؤكدا على أهمية دوره في تذكير الناس بقضية فلسطين. نجتمع لنوصل رسالة للمجاهدين المرابطين في أكناف بيت المقدس، للمجاهدات المرابطات بأكناف بيت المقدس، نقول لهم: ذقوا أن لكم أخوات هنا، إخوانا هنا، شعبا هنا، متمسك بفلسطين، مناصر لفلسطين، داعم للمقاومة في فلسطين. وكان للشاعر التقي للشيخ صوته الأدبي في الأمسية، حيث ألقى بعض شعره عن فلسطين والمقاومة. فلسطين حزينك يقتل ساكنه الروح، ولا ينزل غير اسوى شعبك، ما يقتل خاتم بالعزة حياته، عما ماته الذل الذل ما هو موجود في جيناته، كل نهار يموت ويرسل الموت أولاده ومناته، ويغني للموت كل مساء وصباح نجاته، ويراها في سبيل الحياة. هذا وقد أقيم على هامش حفل اختتام أسبوع الشهيد معرض لصور الأسرى بمناسبة اليوم الوطني للأسير الموافق للسابع عشر من إبريل كل عام.